تحديدا، لان في حكايه دراميه جدا في ملياردير مع ايقاف التنفيذ. يعني هو اسمه اشرف شبراوي، القدر اعطاه 7 مليار مارك الماني في غمضه عين. مساء الخير يا حاج اشرف. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز، اهلا بيك وشكرا للمشاركه. ويا ريت تشرح لي ايه موضوع ال 7 مليار مارك وهم فين؟ إيه والله من ضمنهم هذا السند. كويس. خدت السند ما كنتش اعرف ان هو سند. إيه صورته ابيض واسود وقعدت اوزع نسخ خدمه في الاوراق القديمه، يمكن حد يقول لي حاجه. لقيت ناس اصدقائي بيقولوا لي سند رسمي من البنك المركزي الالماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وسلامة ان شاء الله. امبارح يوم الخميس كنت بتفرج على الاستاذ معتز المرداش، وانا قاعد كده بالصدفة لقيت في فقرة كده عدت المليونير الفقير. المليونير الفقير اللي هو واحد اسمه اشرف شبراوي، كان وهو صغير راح، كان جده مات فراح البيت بتاعه علشان يعني يقعد فيه، فهو بيدور في الورق وكده، فلقى في ورق ومستندات كتيره كده مكتوبه بلغه غير، يعني مكتوبه بلغه اجنبيه الماني، فقعد صورها وبعتها لكل اصحابه، فقالوا له ان ده صك او ده من البنك المركزي الالماني، بيقول ان انت ان حامل المستند ده يعني يستحق 5 مليون مارك الماني. عملة المارك الألماني دي كانت عملة ألمانيا زمان قبل ما تخش الاتحاد الأوروبي، وبعد كده عملتها بقت اليورو، بس مارك ألماني يعني كانت عملتها زمان. فوأنا ببص كده بالصدفة لقيت المارك الألماني القديم ده، ولقيت سنة 1923. 1923 لو أنتوا تفتكروا كنت عامل فيديو عن ليه الدول ما يعني لماذا لا تطبع الدول في النقود الكثيرة ويعني تصبح أغنياء. زمان يا جماعة زمان كانت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى اتحط عليها جامد جدا، وكانت شايلة كتير بمعنى كتير. فاللي حصل إن هي قالت عشان وكانت حكم عليها إن هي تدفع 400 مليار دولار، 400 مليار دولار، وكان الموضوع كان صعب. فألمانيا ابتدت تطبع في المارك الألماني، قعدت تطبع نقود، فبقى كل الشعب بقى معاه فلوس. فحصل حاجة اسمها تضخم، انفليشن او هايبر انفليشن. اللي حصل التضخم ده معناه ايه؟ كل الحكومة قعدت تطبع فلوس كتير، فبقى كل الشعب معاه فلوس. فطبيعي ركز كده الموضوع، كل الشعب معاه فلوس، وبدل مثلا ما كان كل واحد معاه مارك بقى معاه 1 مليون مارك. فايه اللي حصل؟ هي ما حصلش حاجة. فبقى اللي عنده اصحاب موارد، اللي عنده مثلا سلع فعلى، يعني مش هيبيعها لك بمارك، ما كل الناس بقت معاها فلوس. فانا بقى عندي سلع وكل الناس بقت معاها فلوس، فعلى الاسعار عشان ايه؟ يبتدي الناس تشتري اكتر. زي مثال جدا، يبقى انت كبرت 10 مرات واللي حواليك كبروا 10 مرات، ما حصلش حاجه، بس حصل حاجه اسمها تضخم. يعني الحاجه او البيضه او الفرخه، البيضه او الفرخه اللي كنت مثلا بتجيبها ب 3 4 مارك، لا بس بقيت تجيبها مثلا ب 1 مليون مارك، ب 2 مليون مارك وهكذا. فمن ضمن الحاجات دي كان الدولار قبل الحرب كان ب 4 مارك الماني، وقعد يعلى 8 مارك و60 مارك و330 مارك و880 مارك، لحد ما بقى الدولار بقى ب 4 مليار مارك الماني. تخيلوا بعد الحرب العالميه الاولى بقى الدولار بقى ب 4 مليار مارك الماني. الراجل اللي هو اشرف شبراوي اللي هو فروض الفرج، الراجل الكبير ده، يستحق معاه 5 مليار مارك الماني. تخيل بقى 5 مليار مارك الماني، والدولار كان ساعتها كان ب 4 مليار مارك الماني، يعني اعتقد ثروته دي كلها ما تعديش ال 2 دولار. تخيل، والناس لحد الان فاكره ان هو ممكن يرث ثروه طائله. انا والله العظيم ده اقسم بالله الموضوع جه كوينسيدنس كده، يعني اللي هو ايه صدفه يعني. المهم اللي حصل ان فعلا لما قعدت كده، انا كنت عامل الفيديو ده وقعدت اربط الاحداث، الراجل ده مش هياخد حاجه، الراجل ده على امل ان هو هياخد يعني يستحق فلوس يوم سنه 2023، فبعد سنتين من دلوقتي، احنا دلوقتي في سنه 20 يعني كمان 3 سنين من دلوقتي. فالموضوع صعب للغايه، يعني الموضوع لو هو فاكر ان هو ياخد 5 مليار مارك الماني فالموضوع غلط تماما. ده اللي هياخده بالكتير قوي 2 دولار 3 دولار بالكتير قوي، لان بقول لك ان عمله المارك الالماني اتلغت اساسا، ده من كتر ما الدولار كان المارك الالماني كانت الناس بتطبع، يعني زمان الحكومه كانت بتقعد تطبع فلوس، لدرجه ان بقى سعر الورق اللي بيتطبع عليه الفلوس بقى اكتر، بقى اغلى من سعر الفلوس نفسها. تخيل، بقت الناس ما بقتش تاخد الفلوس، بقت العيال الصغيره تعمل بيه طيارات، وبقت الستات عشان تتدفى تاخد الفلوس وتحطها في الفرن عشان تتدفى.
يعني الموضوع، قصدي الموضوع بقى صعب جدا. يعني الموضوع ما تتخيلش ان الفلوس زمان كان ليها قيمه اللي هو في المارك الالماني ده. فانا بقول له يعني انا يعني الموضوع ده انا حبيت بس احكيه لكم ان الموضوع كله على بعضه. الراجل ده معاه 5 مليار مارك الماني، والراجل ده تلاقيه الناس كلها قريبه منه، ده الراجل ده هيورث، ده يبقى معاه فلوس كتيره وكل حاجه، ولا اي حاجه من ده كله. هو الموضوع كله على بعضه هيبقى في كبيره قوي، ياخد 10 12 دولار او 5 او 3 دولار كمان بس. فانا حبيت ان انا اقول لكم على القصه الجميله دي. وما تنسوش طبعا تعمل لايك وتشترك في القناه. انا اسمي محمد تحسين، انا نسيت صح يعني، لو انت نسيت اسمي انا بقول لك من الاول، انا اسمي محمد تحسين. احنا مش بنتكلم عن الاقتصاد بس، احنا بنتكلم عن اي حاجه، بنتكلم عن الساعات، الساعات الايد، انا بحب ساعات الايد دي جدا، من هوايتي المفضله. بتكلم عن التخسيس، انا ظهوري على الفيديو على اليوتيوب اللي انا خسيت وحتى بقيت اطلع على اليوتيوب. بنتكلم عن الرياضه، بنتكلم عن العضلات، بنتكلم عن الاقتصاد، بنتكلم عن التكنولوجيا، بنتكلم عن حاجات كتير قوي متنوعه. فاتمنى حضرتك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.